لا نتحدث عن شخصية اليوم لأنها من الناجحات أو المؤثرات كما تعودنا، ولكن لأنه لا يمكن ذكر النجاح والتألق والموهبة إلا بربطها باسم واحد فقط، كوكب الشرق الحقيقي في رأي البعض والصوت الملائكي في بعض الآراء الأخرى، قيثارة الحب والمعجزة الحقيقية، سيدة هذا الأسبوع السيدة فيروز. فيروز ليست فقط مطربة، ولكن لا نبالغ حين نقول أنها ساهمت في الارتقاء بالذوق العام. صوت فيروز الذي لا شبيه له يجبرك على أن تنصت إلى ما تسمع حتى تتعجب من الموهبة. الكلمات سواء البسيطة منها والتي تجد الكثيرين يرددونها بسبب سهولة اللحن أيضاً، مثل نسم علينا الهوى، أو القصائد الشعرية المنسجمة مع الألحان الأوبرالية التي تجعل مدى صعوبة الأغنية أحد أسباب تميزها، مثل لا يدوم اغترابي. فيروز قادرة على التألق بشكل مدهش في كل الأنوان التي ذكرناها بل أكثر، فغنت فيروز للحب والحياة البسيطة والوطن والقدس والفولكلور. طلعت العروسة ناقي عريس، رماها الهوى وناقى العريس، الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان، الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان. وقدمت القصائد والأناشيد القديمة ذات الكلمات المعقدة لعدد من كبار الشعراء مثل أبو القاسم الشابي. ربما هذا ما يجعل فيروز ظاهرة وليس مجرد مطربة مشهورة، أو ربما الارتباط الشرطي الذي يحققه صوت فيروز مع الكثير من الناس، سواء ارتباط صوتها بأول ساعات الصباح أو الليالي مكتملة القمر، أو السفر أو الشتاء أو الطيور أو الزهور، وكل شيء تقريبا. ولدت نهاد وديع حداد في 21 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1935 في جبل الأرز بلبنان، واكتشفت موهبتها في عمر 14 ودخلت المعهد الوطني للموسيقى. أول من اكتشفها هو الملحن حليم الرومي الذي أعطاها لقبها فيروز، لأن صوتها ذكره بحجر الفيروز النادر والثمين. لقاؤها مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني كان الانطلاقة الحقيقية لها عام 52، وقد ألف ولحن الكثير من أغانيها وسافرت معهما في جولات وحفلات غنائية حول العالم، زادت من تألقها وشهرتها. تزوجت من رفيق مسيرتها الفنية عاصي الرحباني، والذي كانت تجمعهما علاقة حب ووفاء. الله العظيم تابني خوت بلد فيروز. حبيبي. هل عاصي قلبه مليانها بدي يحكي؟ لا ليكي. وأنجبت منه 5 أولاد أشهرهم زياد الرحباني الذي أكمل مسيرة والديه الفنية وقام بتلحين عدد كبير من أغاني والدته. وكان أول ألحانه في سن 14 سألوني الناس، الذي كانت غيرت كلماتها خصوصا تأبينا لزوجها عاصي. ويظهر ألم الفراق في صوت فيروز حين تقول لأول مرة ما منكن سوا. غني يا حبيبي ولا أول مرة ما منكن سوا. سفيرتنا إلى النجوم، جارة القمر، جوهرة لبنان، كلها ألقاب تفردت بها فيروز كونها فنانة متكاملة. فقدمت أعمالاً مسرحية أيضاً مثل جسر القمر، الليل والقنديل، وبياع الخواتم، حتى أن لديها ملكة التأليف، فقد ألفت أغنية واحدة وهي سلم لي عليه التي كانت لابنها هالي. هالي من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقررت فيروز أن تغني له أغنية ولم تطلب من أي شاعر التأليف، بل قررت أن ترتجل. نالت فيروز ما يزيد عن 15 وساماً، منها وسام الشرف من الرئيس اللبناني كميل شمعون عام 1957، ووسام الاستحقاق والأرز من الرئيس فؤاد شهاب عامي 1962 وعام 1963. لن يتسع الوقت للحديث عن فيروز أو عن أغانيها، ولكن يمكنك أن تثقي في اختيارك لفيروز كمثل أعلى في التنوع في الأعمال، في الإصرار على النجاح والعمل من أجل العمل. في النهاية نريدك أن تشاركين جملتك المفضلة من أغاني فيروز.